السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تعالوا مع بعضنا نجاوب على سؤال جالي من بعض الطلبة عشان الأمر يكون يسير. لكن في البداية كده عايزة أوضح بعض الأمور. احنا قلنا اللي النحو قائم على التيسير والتدريبات المتكررة، يعني بمعنى أصح أي نقطة أنا بشرحها جديدة أو أي طالب بياخدها لازم اللي هو يطبق عليها عشان الأمر يكون يسير. النهاردة هنتكلم على الفاعل، والنهاردة إن شاء الله هيكون محور كلامنا في النحو عن إعراب الفاعل. تعالوا نتكلم عنه بكل بساطة. تعالى بقى النهاردة بفضل الله عز وجل نشرح علامات إعراب الفاعل. يعني إيه فاعل؟ قال لي الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به. قبل ما نتكلم على علامات إعراب الفاعل تعالوا نشوف كده ونعرف نعرف على مكان إقامة الفاعل. يا ترى هو ساكن فين؟ يا فاعل، هل أنت ساكن في شارع الجملة الإسمية ولا ساكن في شارع الجملة الفعلية؟ طيب أنا سمع حد بيقول إيه؟ لا هو ساكن في شارع الجملة الفعلية. طب جميل جدا جدا. أنا لما أحب أستخرج الفاعل أدور على الإيه؟ أدور على الفعل. أدور على الإيه الفعل؟ وأقول له إيه؟ وأقول له كلمة السر اللي هي إيه؟ مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي قام إيه؟ بالفعل. تمام كده؟ يبقى أنا عرفت إزاي أطلع الفاعل من القطعة أو من الجملة لو هي أمامي. طب قال لي الفاعل هل هو منصوب؟ لا. هل هو مجرور؟ لا. قال لي هو دائما ايه؟ مرفوع. هو دائما ايه؟ مرفوع. طب تعالى دلوقتي نتكلم على علامات اعراب الفاعل. قال لي امتى يكون بالضمه وامتى يكون بالالف وامتى يكون بالواو. ايه ده؟ يعني من كلامك اللي علامات اعراب الفاعل هي ثلاثه، الضمه والالف والواو. امتى يكون مرفوع علامه رفع الضمه؟ لو كان مفرد او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير. وهدي مثال عليه. على سبيل المثال شرح المعلم الدرس. شرح اول حاجه الجمله دي هل هي جمله فعليه ولا اسميه؟ جمله فعليه. فعلا ما انا بقول فاعل، يبقى الفاعل بياتي في اي جمله؟ جمله فعليه. شرح فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي شرح؟ المعلم. مين اللي قام بالفعل؟ المعلم. مين اللي اتصف بالفعل؟ المعلم. يبقى المعلم ده هل هو مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب هقول ايه؟ فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. طب الدرس طبعا هقول ايه؟ مفعول به منصوب علامه نصبه الايه؟ الفتحه. طيب انت بتقول ايه تاني؟ لو كان جمع مؤنث سالم اقول هنا نجحت المجتهدات. ماشي، نجحت المجتهدات. خلي بالك هقول هنا ايه؟ نجحت نجاح. انا بثبت تاني نجحت المجتهدات. هقول هنا ايه؟ طبعا التاء دي هي اصلها ساكنه لكن حركت بالكسره لان اتى بعدها ايه؟ ساكن، خشيه التقاء ساكنين بقول عليها. تمام، هقول اخر حرف اللي هي لو انا شلت تاء التانيث دي نجح ح ح ح ح فعل ماضي مبني على الفتح. طيب والتاء تاء التانيث قول فعل مرفوع علامه رفعه الضمه. ليه؟ ما احنا قلنا امتى يرفع بالضمه؟ لو كان جمع مؤنث ايه؟ سالم. وده جمع مؤنث سالم يعني انتهت بالف وتاء. تمام كده. طيب تعال نشوف قال لي ايه تاني لو كان جمع تكسير. احنا قلنا جمع التكسير يعني كلمه لا تنتهي بالف بالف وتاء ولا واو ونون ولا ياء ونون. يعمل العلماء من اجل ايه؟ من اجل الوطني مثلا. طب يعمل فعل مضارع خلاص. طب العلماء مين اللي بيعمل؟ العلماء. العلماء دي نوعها ايه؟ جمع ايه؟ تكسير. تكسير اقول عليه ايه؟ فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. تمام كده خلاص. طيب ده بالنسبه لاول علامه من علامات اعراب الفاعل. طيب تعالى ندخل على تاني علامة اللي هو ايه؟ الالف. امتى اقول ها فعل مرفوع علامة رفعه الالف؟ ها قال لي لو كان مثنى. لو كان ايه؟ مثنى. المثنى بينتهي بايه؟ الف ونون او ياء ونون. لكن هتيجي مع الايه؟ انا بتكلم على الفاعل، يبقى الف ونون هستخدمهم في المثنى فقط مش هستخدم الياء ونون. تمام، عشان نفهم النقطة دي. طيب اديني مثال عشان امر يكون برضك سهل. هقول ايه؟ تعاون الطالبان في الواجب. تعاون فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي تعاون؟ ها الطالبان. مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي اتصف بالفعل؟ الطالبان. هقول ايه؟ فاعل مرفوع علامه رفع ايه؟ الالف. ليه؟ قال لي لانه مثنى. واحنا قلنا من علامات اعراب الفاعل هي الايه؟ لو كان مثنى الكلمه مثنى بقول ايه؟ بيكون علامه رفعه الايه؟ الالف. طيب تعال نشوف اخر علامه من علامات اعراب الفاعل اللي هي الواو. اللي هي الايه؟ الواو. اديني مثال. يجمع الفلاحون القطن. يجمع فعل ايه؟ ها يجمع فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الايه؟ الضمه. رفعه الضمه. مين اللي بيجمع؟ مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي اتصف بالفعل؟ الفلاحون. انتهت بايه؟ بواو ونون. واحنا قلنا اللي جمع المذكر السالم بينتهي بايه؟ بواو ونون او ياء ونون. ينفع استخدم الياء والنون مع الفاعل؟ الفعل بستخدم معاه ايه بس؟ الواو والنون. هقول ايه؟ فعل مرفوع علامه رفعه الايه؟ الواو. سالم. جمع مذكر سالم. طيب مين الفلاحون بيعملوا ايه؟ ماذا يفعل الفلاحون؟ ها القطن. ها هنقول ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصب الفتحه.
ده بكل وضوح بفضل الله عز وجل علامات إعراب الفاعل الثلاث اللي هي الضمة لو كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، أو لو علامة رفع الألف لو كان مثنى، أو لو علامة رفع الواو لو كان جمع مذكر سالم. إن شاء الله يكون الأمر واضح بالنسبة لكم. لو محتاجين شرح أي نقطة في النحو اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.